أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس أن إسرائيل تشارك في بناء تحالف للدفاع الجوي في الشرق الأوسط تحت قيادة الولايات المتحدة، وأن من مهامه التصدي للتهديدات الإيرانية لإسرائيل ودول أخرى في المنطقة. كما كشف جانتس أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أن التحالف الدفاعي بين إسرائيل ودول خليجية أصبح قيد العمل بالفعل، وأشار إلى أنه ساهم في إحباط عدد من الهجمات. منظومة جوية إقليمية تجمع إسرائيل بدول عربية لمواجهة إيران، ما كان سرا تتداوله وسائل الإعلام أصبح الآن علنا. لم ينتظر وزير الدفاع الإسرائيلي زيارة الرئيس الأمريكي، فأعلن عن المنظومة قبل الزيارة، وأكثر من ذلك أعلن أنها تعمل. هذه الفكرة قيد العمل بالفعل، وأدت إلى إحباط محاولات إيرانية هنا وفي الشرق الأوسط بشكل عام. لم يعلن جانتس عن الدول العربية التي ستشارك في المنظومة، لكنه وضعها في سياق زيارة بايدن المقررة الشهر المقبل. ففي ذروة الأزمة السياسية الإسرائيلية الخانقة، طار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إلى الإمارات تحضيرا للإعلان عن فصل أمني آخر من فصول التحالف. القوى الأمنية لإسرائيل تعمل لإحباط محاولات الهجوم على إسرائيليين قبل تنفيذها. سنستمر في ضرب الإرهابيين ومرسليهم. تنسب إسرائيل إلى نفسها عدة نجاحات في مواجهة إيران، أبرزها إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، لكنها تطمع في إبقاء تقييدات الاتفاق النووي على إيران إلى الأبد. لساعات دوت هنا في القدس صفارات الإنذار الأحد نتيجة ما تعتقد إسرائيل أنه هجوم سبراني إيراني. لم تعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران على صفحات الجرائد، صار صداها يتردد بينهما. أحمد دراوشة، العربي، القدس. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية السياسة الأمريكية تجاه بلاده بالمتناقضة، وقال إن كل عقوبة تفرضها واشنطن على طهران هي استمرار لنهج الرئيس السابق دونالد ترامب، وأن إيران لم ولن تترك طاولة المفاوضات في فيينا. وفي سياق متصل قال محمد مرندي مستشار الفريق الإيراني المفاوض للتلفزيون العربي إن إزالة اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية لم يكن شرطا للتوصل إلى اتفاق، وأن هذا لن يكون آخر عائق أمام أي صفقة. إيران لم ولن تترك طاولة المفاوضات، هكذا تقول طهران رغم عقوبات واشنطن المستمرة ورغم التوتر المتصاعد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. فالعقوبات تهدف إلى تحقيق امتيازات سياسية في الداخل الأمريكي وعلى طاولة مفاوضات نووية. يقول المتحدث باسم الدبلوماسية الإيرانية إن للوكالة مسارا مختلفا عليها الالتزام فيه بالحيادية والعمل التقني. إنه لأمر مضحك، يتحدثون عن إزالة العقوبات ويواصلون نهج ترامب. كل عقوبة تفرضها واشنطن تؤثر على صدقيتها أمام الرأي العام بشأن تخلي عن سياسة العقوبات. نحن باقون على طاولة المفاوضات ولدينا الحق بعدم الثقة بواشنطن. بين مفاوضات يرغب الجميع في استئنافها وتفسير أمريكي يطالب طهران بالتخلي عن طلبات خارج الاتفاق ومطالبات إيرانية تدعو واشنطن لاتخاذ قرار سياسي. يكشف وفد إيران المفاوض في فيينا إن إزالة الحرس من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية لم تكن شرطا للتوصل إلى أي صفقة، وبالتالي لن تكون عائقا أمام مفاوضات تعمل واشنطن على إتلاف وقتها، بينما تستفيد طهران من ذلك لتعزيز قدراتها النووية أيضا. لم تكن إزالة الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية شرطا للتوصل إلى الاتفاق، وبالتالي لا يمكن أن تكون عائقا أمام أي صفقة. لا تزال هناك ثغرات مرتبطة بالضمانات والعقوبات، ورغم وضع واشنطن عدة مواعيد كنهاية للمفاوضات إلا أنه لم يحصل أي شيء.
بعيدا عن الملف النووي تسعى طهران لتعبيد الطريق أمام مسار اقتصادي بديل عبر اتفاقيات طويلة المدى مع دول الجوار، نهج تريد من خلاله الخروج من دائرة العقوبات بإلغاء تأثيرها والسعي إلى التخلص منها من دون إغلاق باب التفاوض. انعدام ثقة الإيرانيين بالغرب تبرره طهران بسعي واشنطن ومن معها لمحاصرة إيران علميا واقتصاديا، بينما تحاول الأخيرة تفعيل مسار الدبلوماسية على الصعود كافة لإنجاح المفاوضات النووية ولتجاوز العقوبات الأمريكية. حسام دياب، العربي، طهران. من طهران ينضم إلينا مراسلنا حازم كلاس. حازم، لماذا تأخرت طهران في التعليق على موضوع إزالة الحدث الثوري الإيراني من قائمة العقوبات والمنظمات الإرهابية كما يدعي الغرب كأنه شرط من شروط التوصل إلى اتفاق؟ هذا التأخر يأتي ربما بسبب عدم رغبة لدى طهران بالكشف عما يدور في مفاوضات فيينا منذ توقفها في آذار مارس، مطلع آذار مارس الماضي. هذه المفاوضات كانت مستمرة طوال الفترة الماضية بطبيعة الحال، وهذا ما أكدت عليه الدبلوماسية الإيرانية على لسان وزير الخارجية أكثر من مرة. المباحثات كانت مستمرة من خلال تبادل الرسائل عبر الوسيط الأوروبي، عبر الاتحاد الأوروبي، وتحديدا عبر إنريكي مورا بين واشنطن وطهران. هذه الرسائل كانت تناقش الكثير من القضايا، ولكن ربما بعد صدور قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت الأمور تأخذ مرحلة أو دخلت مرحلة مختلفة وبدأت تأخذ منحى آخر. إضافة إلى هذا التصعيد ربما أو الرد التصعيدي إن صح التعبير من قبل طهران فيما يتعلق بالرد على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي جاء بمقترح من الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، قامت أيضا بالكشف عن هذه المعلومات. ربما هي لم تأتي بجديد كثيرا، ولكن تتحدث عن الموضوع الآن بشكل أكثر رسمية نوعا ما. سابقا كانت تؤكد دائما طهران بأن الأمور عالقة لدى الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بمسألتي الضمانات، أي لا يتكرر انسحاب الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي، وهنا تصر طهران على أخذ ضمانات ما من الإدارة الأمريكية، ومسألة الاتفاق على جدول للعقوبات التي يجب أن ترفع، وهنا تصر طهران على رفع جميع العقوبات التي تؤثر على ما أريد للاتفاق النووي أن يكون من وجهة نظر إيران، وهو عودتها عضو طبيعي في المجتمع الاقتصادي الدولي، ما يعني رفع معظم العقوبات أو جميع العقوبات سواء مرتبطة بالملف النووي الإيراني أو غيره، ولكن تؤثر على عملية التبادل المالي والتبادل المصرفي والتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران ودول العالم. شكرا حازم. حازم كلاس من طهران.